تفسير حلم الحمار. الحمار في المنام يدل على الصبر والاحتمال، وتدل رؤية الحمار في الحلم على الحظ الجيد إن كان الحمار جميلاً أو قوياً، أما رؤية الحمار الهزيل الضعيف في المنام فتدل على الحظ العاثر وزيادة الهموم والأعباء. ركوب الحمار في الحلم قد يدل على تولي سلطة بسيطة أو الحصول على المساعدة والمساندة من الأجير أو الولد. إن رؤية الحمار في المنام عموماً تدل على حظوظ الرأي ومنزلته، فكل ما يراه في الحمار من صفات حسنة أو رديئة يتم تأويلها على حظه، ولذلك فإن الحمار السمين المزين حسن المشية في المنام خير من الهزيل القبيح، ولا يكره من الحمار في الحلم إلا صوته. إن الحمار في الحلم يدل على الخادم أو الزوجة أو الولد، وقد تدل رؤية الحمير في الحلم على السفر والترحال، لقوله تعالى في سورة الجمعة: كمثل الحمار يحمل أسفارا. إن الحمار في المنام يدل على من يقوم بخدمة الإنسان من عبد أو ولد أو خادم أو زوجة أو من يمشي في رزقه، كذلك تدل على مركوب الإنسان من سيارة أو دراجة أو غيرها. إن الحمار السمين في المنام يدل على الرفعة والمال مع السرور والسعة، ومشية الحمار الحسنة في الحلم منفعة، وجمال الحمار في الحلم جمال لصاحبه، وعلى ذلك فإن الحمار الهزيل النحيل في المنام فقر صاحبه. ومن رأى حمارا يدخل البيت في المنام وهو محمل فإنه حظه يحمل له خيرا على حسب ما يحمل الحمار في الرؤيا، وطول ذيل الحمار يدل على بقاء عمل الرائي، وحافر الحمار في الرؤيا قوام مال الرائي، فيما يدل الحمار الشارد في المنام الذي لا يعرف صاحبه على رجل كافر، لقوله تعالى في سورة لقمان: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومن رأى أن له حمارا في المنام قد يدل ذلك على مصاحبة الجهال. رؤية حمار يمشي في الشارع بالمنام تدل على سيارة الرأي أو وسيلة نقله، أما من رأى أنه يمتلك حمارا في البيت فهو ولده المطيع أو خادمه المطيع، وضرب الحمار في المنام إطعام الولد والزوجة. ورؤية الحمار يحمل حملا ثقيلا في المنام رجل يعلم ولا يعمل بما يعلم، وإطعام الحمار في الحلم أن الرأي يخص خادمته أو زوجته أو ولده بطعام. أما سماع صوت الحمير في الحلم فيدل على وجود شياطين في المكان، وتقليد صوت الحمار في الحلم فعل من أفعال الشياطين. أما رؤية حمار الحوش في المنام فتدل على ولد بلغ السعي، أي أصبح يافعاً. إن الركوب على الحمار في المنام إن كان مشي الحمار محموداً جيداً فذلك يدل على حظوظ مواتية، أما من ركب الحمار في الحلم ولم يمشي الحمار إلا بالضرب فهو محروم. وركوب الحمار في الحلم للمسافر خير بطيء، وتكون أحوال السفر على ما يراه النائم في الحمار من خير وشر. أما رؤية حمل الحمار في الحلم فتدل على رزق وتوفيق يثير العجب، والحمار المطيع في المنام خير. والوقوع عن الحمار في المنام يدل على قطيعة بين صاحب الحمار والرائي، ومن رأى أنه يقع عن حماره في الحلم ذهب عنه عزه وماله، وأما من رأى أنه ينزل عن الحمار في الحلم وليس في نيته العودة إليه فإنه ينفق ماله حتى يأتي عليه كله، وأما إن كانت نيته العودة إليه فإن مرامه لا يتم له. إن أكل لحم الحمار في المنام عموما أكل مال ينتقص من أجر خادمه أو من مال زوجته، ورؤية أكل لحم الحمار نيئا فإنه يغتاب خدمه ويقذفهم بالمنكر من القول، أما من رأى أنه يأكل لحم الحمار مطبوخا فهو يأكل مال حرام. ورؤية سلف الحمار في المنام أن الرائي يعذب أهل بيته، ومن رأى أنه يرتدي شيئا من جلد الحمار في الحلم فهو يعيش في كنف زوجته، ومن رأى أنه يحلب الحمار في المنام فهو يثقل على زوجته بالعمل والخدمة، وشرب حليب الحمار في الحلم الاستفادة من مهر زوجته.